حسين مدقيزية طاحوا عليا خوتي في الزنقة كل يوم حالقة متزعفوش عليا آية في البومبة القاسية ججلي مناصية حي عليا الهضرة كاشية كل شي بنية على ظهر الغاشية كل يوم ضحية في كل ولاية طيحة في المارشية كل يوم حكاية فاشي ومعايا ما تزعفوش عليا حكمة هالجيش لي حكمة السلام عليكم شنو هذا؟ هذيك عسل عسل واش من عسل هذه تاع واش؟ تاع التمر وهذي عسل الواش مليحة هذي وين راهي الدقلة؟ يا حلالي هاي الدقلة وري لي كارتون شوف جيب هنا جيب هنا شوف هذا يا زيدو نجيبو لك تما يا ود هذا شحال 55 الكيلو تاعو ثم الوحده ب 55 لا لا الكيلو هذيك تجيك اكثر تجيك واحد 110 ولا 120 بزاف اصبر طيب هم قاعة هذه فيها رقيقة من تحت زيدوا لي قاجوت وري لي الدوزيام رقيقة من تحت أعطيني أعطيني كلش خشين أعطيني وش البيع طول هذي صبار أنا راح أشري بدراهمي يا صبار ماشي البيع طول صلي على النبي وش بيه صايف ارمينا كملنا البيع كيف نزيد الفريق ولا واحد من اسم بيلكس كيفاه؟ انا والله ما نبيع يا صبر يا صاحبي راح نشري شوف السلعه ما نبيعش قاعد جيب لي الكرتون هذا راه باش بيك راح تعتلوش بعتها لهم الرقيقه من تحت والخشينه من فوق يا صاحبي هذا خداع هذا وتبيك هات لي السلعه لهم برك هات لي السلعه لهم يا وتبهدل هذا اعطيه السلعه تاعو اعطيني هذاك السلعه كيش باش نبيع بدراهمي يا صاحبي ما نبيعوش يا بدراهمي وش بيكم هذا هات لي له اعطيني يا سايد يا ولدي ندي خويا وش بيك راح نبعتها للغربه نبعتها له رقيقه وش بيك بدراهمي بدراهمك ما نبيعليش صاحبي كيفاش بدراهمي ما تبيعليش اخويا سيبو هكذا ما نبيعليش اه ما نوض صافا هكذا تاجر ماشي هكا نوض تاجر ماك تاجر لا لا اخويا ندي ندي هذيك لا هذه خير لي الخشينه هذه انا ندي هذا منا والله ما يا اعطيني صاصي علاش نعطيه برك مش واش نعطيه يا صاحبي راه بدراهمي خويا الغربه صاحبي لازم ندير حاجه الباطا نشوف الملا الكاجو الاخر يصبر يا ولدي وش بيك انا ندي خويا لازم نكونترولي وش بيك مش البيع صاحبي مش البيع صباح الخير مش البيع صاحبي خويا مش البيع يا بدراهمي مش البيع لا درنا بتبديل هكذا يا بدراهمي والله غير خلصت ولدي بدراهمك انت عندك دراهم انا نسوق دراهم ولا شيء اجي نسك حاول ندي كيلو صاحبي وش فيه روح روح عدي يا ربي يعني كل مره محلو اللي نروحوا ليه درنا هكذا باش نبيع على باش نبيع اخويا او خلصك ها ولدي روح تو صورتك ولد عمي ايش عندك اعطيني الدوزيام هذا نشوف ماشي ماشي وهذه ما شحال تسمع لي ساعدني والله روح والله نضرب لا 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 خلاص اخويا روح سوق كارتاك خلاص خلاص روح سوق كارتاك يا حمبابة ماش كارتاعي خاطيني روح روح خلاص خلاص ما تقلق باش نبيع روح خلاص باش يراتي ساعدني ولا غير ندي عليك كارتون كلاس مليار كيلو ما بيليش مليار تعرفو قد هكذا ما بيليش روح ما يحطوا الرقيقة من تحت والخشينة من فوق حطوا حتى من الجرافي من تحت روح مش البيع يمكن يدير خدمة ماهيش البيع خويا لازم نشوف كونترولي خويا وبالك راه يكون جويلي لا 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 روح نهضروا نهضروا هضرة زينة خويا هات لي دبوس لهنا هذه حوسة الخرطة وانت اللي لازم تطلب السماح منه يا صاحبي انت ماك صحيح والله قول لي سمح وقتيني راح بابا يقول لي اسمح لي الله يستر هذا واش عاوز هذا شفت الدنيا كي تعكسات هو ما هو يطلب السماح عاوز برك يا ودي خلينا كيش واش نحوس اخويا انا ننصح فيكم نصيحه ادينوا نصيحه دوك نكسلوك نصحوك بيا ما نبيعش اسيدي انت مو ولا انا نديها منا ما نبيعش كيما ما تبيعش نسالك روحتي روحتي لا اله الا الله الله
تبيعوش والله عباك لو كان عباك نتقلق انا قدر السلعه تاعك كاع دوك نرميها لك من الاخر خلي بصي انا تري مالفو ماما كفاتك تبادله الاولى زيد ديرها سي سي شوف نقول لها قليل بصح ما تنساش العصا نروحوا افاص افاص دبزه سيبه سيبه اعطيني روح الله يسلم عليك لا لا ما تسلمش الله يسلم عليك والله انت تسافري ولي فاميليا صلي على النبي معليش صلي على النبي قول عليه الصلاه عرف النبي انت يا معليش قول عليه الصلاه اشاره ما شارات صلي على النبي حبيبي روح طيري روح خليني نهضر معك دوك حنا ما نشوفكيش معايا مره يا ونحكي معك وحبي نحكيش معايا حنا حاب نشوف في رمضان في الكاميرا الخفيه هاي الكاميرا هيك وهيك ما تديش كاميرا لا ربي هي الكاميرا يقول لي هو اللي يدير الكاميرا يقول راح ندير الكاميرا قبل ضربتك كاع والله العظيم والله على شعره وضربتك والله العظيم السلام عليكم الى هذه تبان مليحه هذه شحال منا 55 عام الله يبارك ومنا 25 وعلى لا ديفيرونس بين هذه وهذه مشكل غير واحد راه ها مش كيف كيف هذه يقولوا البلحه وديك السبله بلحه والسبله ايه بصح يا ولدي في باتنا علاش نتوما هنا هنا في بسكره تبيعوها اغلى اغلى من المناطق الشرقيه فهمني علاه لا تقصر بالسومه بصح السبعه ما كيف كيف مش كيف اللي عندنا كيما اللي عند كيما هذا شحال قلت لي هذيك 55 هي اصبر احكم العصا شنو يا عمي كاين الديكاجو مثلا لازم الديكاجو برك حسن يعفسها لا فاش ديك انا ديرو هكذا حسن الكونترول لي بيسيون لا 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 ديرو هكذا هذا علاش هو راح ندي منه مش هكا ايه كيما هذا كيما راح هكا راح نحي هكا ونعاود نحيش يقول لي انا نشري بدراهم يا اخي دير هكا فسد هذا هما راه دير هما راه جاب السلاح لا فسدت ونعطيك انا ندير بدراهم يا خويا راح نشري بدراهم لا لا بدراهمك كيما بدراهمك شوف كاين اصلي واش كاين واش كاين انا راح نديها للغربه يا انت كيفاه هذا كيفاه هذا كيفاه الحاج اللي يديروها رقيقه من تحتها ويحطوا الخشينه من فوق روح 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 هذا اللي درتو هكذا ومتلف هذا او نشريها خويا نشري بدراهم شريها اروح سلك وضرب هاي حسنا نكونتروليه بصح ما تكونتروليش بعد عليه بعد بعد عليك شوف شوف حبيت نكونترولي كاين اللي راهم يديروا رقيقه من تحتها والخشينه من فوق من تا ولا وشنو خويا روح روح اختيني اختي اختيني خير من خلاص اعطيني روح اوكي خلصك فيها شوف صلي على النبي هم كاينين الناس يحطوا رقيقه يا ودي قول لي برك نقول لك مش الناس قول لي نقلب لك انا نعرف نقلب هم كاينين الناس يحطوا رقيقه كاين اي صحيح انا نعرف انا حبس الكونترول قلت مالك ما تخلينيش انت خليني انت تتفز وتعجلوا كما داروا هاني هو انا يمسك زي يروح اختيني تبوك ما تجي يروح اختيني يروح اختيني يا سيدي سمع الواحد يشري بدراهم اختيني دير له يا ودي يا بدرامي راح نديها اخويا راح نديه تسلي اخويا هاي اروح هات نو نكونترولي امشي روح سيدي روح امشي اختيني روح اختيني روح روح اختيني مش يحوس اعطيني حق على وجهي شوف يا على وجهي على وجهي شارك انسان زين وش لا لا وش لا خلص والله والله انت انسان ما شاء الله هي معليش معليش هني ما شاء الله راك شايف الكاميرا الخفية هذا الجسلك وين اسمع اكتب طوموبيل اللي قرات بعد بعد هاي الكاميرا هيك هاي الكاميرا سمع هاي طوموبيل هيك هاي طوموبيل يا خلصوك واش من ولايه رانا حنا في ولايه بسكرة ولاية بسكرة زينين اخويا تحية الدقلة اخويا تحية الدقلة الصباح زعفت شوية اخويا يا ودي يا كيما سمطتك جبت بوز بون هذه الحلقة تجوز في رمضان في التلفزيون الجزائري الناس دوكا راهي 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 تفطر وتشوفك واش تقولها في رمضان تشوفوك عمك ربي يتقبل منكم ان شاء الله ويعجلوا رمضان كريم ومرحبا بكم عاد ربي يحفظكم وسامحونا اخوتي ربي يسامحكم قول لهم صحة فطوركم وصحة رمضانكم ما تزعفوش علينا هاي الكاميرا صحة فطوركم وصحة رمضانكم ما تزعفوش علينا ربي يبارك ما تزعفوش علينا
نوحة باصية حوسين مديقيزية طاحوا عليا خوتي في الزنقة كل يوم حينقة متزعفوش عليا آية في البومبة قاسية ججلي مناصية حي عليا الهدرة كاشية كل شي بالنية على ظهر الغاشية كل يوم ضحية في كل ولاية طيحة في المارشية كل يوم حكاية فاشي ومعاية ما تزعفوش عليا حكمة الجيش لي حكمة